برعاية كريمة لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، انطلقت الدورة السابعة من مهرجان دبي لمسرح الشباب تحت عنوان لغة أصيلة وفن جميل. نجوم كبار آثروا الحضور والمشاركة، وضيوف أحبوا وتابعوا ما قدمه شباب المسرح الإماراتي من إبداعات مختلفة. بالنيابة عن هيئة دبي للثقافة والفنون، يسرني أن أرحب بكم في الدورة السابعة من مهرجان دبي لمسرح الشباب. ستة أعمال مسرحية شهدتها الساحة الإماراتية خلال الفترة من 19 إلى 26 من أكتوبر لعام 2013، والتي وجدت لها متنفساً هاماً على خشبات أبي الفنون جميعها المسرح. يشرفني الآن ندعو إلى المنصة أعضاء لجنة التحكيم. كان بدايتها العرض المستضاف بعنوان باب البراحة، والذي تشارك في تقديمه مجموعة من الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا مشكارة؟ أنا مشكارة يا الشيبي يا مخرف؟ عيد أنت كان نفعلك ملايينك اللي نهبوها نص الغرب ونص اللعبة الشيخة ولا تدري عنك؟ كمل هاي السالفة زين. يقول لك لازم تشخم عيد وشخاف. طاق! طاق! يا الله! أنا وصديق اللون متطفلة. نعم، وكنا نظن هذا المكان مهجورا ولا يسكن فيه أحد. شهادة ولورد، والكلاب المزعورة تريد نهش لحننا فقط لأننا وحدنا. لا لا، سأقطع كل ما أخطر من ابنتي، سأقطع لحمه وارمي لديها بأمثالة. كثير من مخارج الحروف حاولوا يسيطرون عليها فراحة منهم. أعتقد هذه بداية الخطوة الصحيحة لمهرجان الشباب. المهرجان اللي انعملت بالإضاءة وبالألوان كثير بعيدة عن جو العمل. أتبين الآن وبعد التعديل بعد التحسين وافقت على أن تلعب في وجه بشري كل الجراحين من أجلي. من أجل فدار امرأة أهلا يحميها من هذا القتل. لم تكن تعلم بأنني أملك عينين بإمكاني أن أرى بهما. أول العرض اللغة الغير مسموعة أثرت كثير على هذا العرض. In fact, in the very very last moment, the actor kicked the sofa. Why did it happen? إن كنت تحبيني هيا وافقي وأريحيني. حبيبي، لما كل هذه الأنانية؟ أرجوك اصبر، كلها سرطان، اصبر. لو قلت له لا منذ البداية لما كان هذا حالك. صورهم في عيوني وحوشا تريد أن تنهشوا. هذا حرب الحقيقة، لكي يستمر يجب أن يكون كوميدي. اليوم أنا بس بدي أعبر عن فرحتي وأيضاً افتخاري بالتطور اللي الآن نقول مهرجان مسرح دبي للشباب بدأ يحققه. صرخة هذا الطفل أكدت على أن الحياة مستمرة، والمرأة دائماً حاجتها في هذا الوجود هو خلوده من خلال إنجابه. من المنزل؟ المنزل؟ نخاف المنزل. لماذا؟ هل تعرفين كيف يتحول المنزل؟ صباح ومساء شيء لا ينتسى. وفعلا هناك حسين، احنا سواء في هذه الاعمال ولا ما في مواضيع هنا قليله جدا اللي تمس الشباب واشكالياتهم. اداره المهرجان تحط شرط على الشباب انهم يختارون اعمالهم باللغه العربيه، لازم يحطون لهم مصحح لغة. تبا، كلما أمر بجديد يموت القديم. نقاط الفقيد كانت تسد جوعه وتكسيه هو وزوجته. عاش واستمر معنا سنوات طويلة. يوجد قانون
ينص على تجريم أو تغريم من يأخذ لقمة ميت؟ لا! الحقيقة ضيعت شغلة مهمة على أخوي مروان في جمال، يضيف جمال إلى جمال العرض، وهو أن كشف أوراقه كلها من أول لحظة. النص بطله هو التشكيل، ما كان في ممثل بطل، كان في تشكيل، كان في مخرج هو البطل. مروان تخطى وغزا إلى أيام الشارقة المسرحية. وأداء الممثلين كان رائع، وكنت أتمنى أن يكون واحدة ممثلة زيكم بإذن الله، يعني هطلع عقب شوية. مهرجان الشباب خطوة مهمة لتحقيق طموحات الشباب، أما عن اللغة العربية هي مهمة جدا عشان توصل أكبر شريحة من الناس. وفي إطار الفعاليات الموازية لمهرجان مسرح الشباب، تم توقيع كتاب خاص عن إنجازات ورؤية مهرجان دبي لمسرح الشباب للدكتور هيثم الخواجة. وحرصت الهيئة أيضاً على إقامة ورشة للكتابة الصحفية، بالإضافة إلى ورشة التصوير الضوئي للعرض المسرحي. إذا لم نستغل طاقة الشاب في وقتها وعزها، فلن نستفيد من هذه الموهبة مستقبلاً. وأيضا من توصيات سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله، أن الاهتمام باللغة العربية الفصحى، خاصة الجيل الشاب، الجيل هذا اللي طالع الحين. واعترافا من الهيئة بدور المؤسسين وتثمينا لجهودهم المبذولة في عالم مسرح الشباب، جاء التكريم لشخصية العام المسرحية لواحد ممن أرسوا دعائم الفن المسرحي بالدولة، الفنان عمر غباش، صاحب التاريخ الطويل والسيرة العطرة في عالم المسرح والفن الإماراتي. وهكذا فالشواهد كثيرة على أن مهرجان دبي لمسرح الشباب قد نجح في التأسيس لقاعدة للحراك المسرحي في الإمارات. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الإعلاميون الكرام، زملاء الفن والإبداع والمسرح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم لنحتفل سوياً باختتام الدورة السابعة من مهرجان دبي لمسرح الشباب. هذه الدورة التي حظيت برعاية كريمة من سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون. فنحن قد وصلنا إلى أهم أمسيات المهرجان، والتي ستشهد توزيع الجوائز على أكثر هذه المواهب الشابة تميزاً. ندعو الآن عضو لجنة التحكيم الأستاذ خالد البدور ليقدم لنا التوصيات الخاصة لهذا العام. بالنيابة عن زملائي أعضاء لجنة التحكيم، يسرني أن أقرأ عليكم ملاحظات وتوصيات أعضاء اللجنة للدورة السابعة لمهرجان دبي لمسرح الشباب. هذه اللجنة المؤلفة من أحمد المنصوري رئيساً للجنة، عادل إبراهيم عضواً، خالد البدور عضواً، عبد الله مسعود عضواً، عدنان سلوم عضواً ومقرراً. لاحظت اللجنة في بعض العروض ضعف الأداء التمثيلي وضعف استخدام اللغة العربية الفصحى، تعدد المهام للفنان الواحد، كما لاحظت اللجنة في بعض المسرحيات الابتعاد
عن القضايا التي تهم واقع ومستقبل الشباب وعلاقتهم بالمجتمع. وقد خلصت اللجنة إلى جملة من التوصيات، هي توصي لجنة التحكيم ضرورة إقامة مسابقة سنوية للتأليف المسرحي للشباب، كما توصي اللجنة ضرورة تنفيذ برنامج الإعداد المسرحي المتكامل من خلال إشراف أكاديمي وبمشاركة أصحاب الخبرة المسرحية، بحيث يشمل هذا البرنامج كل الجوانب المتعلقة بالإبداع المسرحي من النص إلى العرض. وفي الختام توصي لجنة التحكيم بضرورة بذل الجهود لمساعدة الشباب المشاركين في هذه العروض في موضوع التفرغ الإبداعي خلال فترة التدريبات النهائية. نتشرف في هذه اللحظات بدعوة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. تمنى من سموه يتفضل إلى المنصة يرافق سعادة سعيد النابودة المدير العام بالإنابة لهيئة دبي للثقافة والفنون. في بادرة هي الأولى من نوعها تقوم هيئة دبي للثقافة والفنون بتقديم درع المهرجان لأحد أبطال الكواليس، جائزة الجهد الإداري المتميز، تمنح هذه السنة وهي من نصيب أمين سر المهرجان الأستاذة فاطمة خلفان الجلاف. وهذه السنة كما تعلمون يكرم المهرجان في دورته السابعة المسرحي الرائد في تميزه الأصيل في عطائه الأستاذ القدير الفنان عمر عبيد غباش، فليتفضل مشكوراً. ندعو ضيوف المهرجان الذين قدموا لنا من دول مجلس التعاون الخليجي ليشاركونا هذا المهرجان وهذه الفرحة. الفنانة القديرة هدى حسين، الفنان المخضرم غانم الصليطي. أما التكريم التالي فهو للمخرجة المتميزة نجاة حسين. التكريم التالي للكاتب المسرحي بدر محارب. التكريم التالي لفنان أقل ما يقال عنه بأنه جميل ورائع، صاحب الظل الخفيف وصاحب الأعمال المميزة، الفنان المتألق أحمد السلمان. الآن أرجو من سعادة الأستاذ يعقوب يوسف نائب الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري الممثل الرسمي للبنك للتكرم باستلام درع المهرجان لبنك دبي التجاري على دعمه الكبير للمهرجان للعام الخامس على التوالي. أفضل ممثلة دور أول لهذه الدورة بدور مسرحية مسرح دبي الشعبي. جائزة أفضل ممثل دور أول إن والله تعبتنا هذه الجائزة. بتفضل الفنان السادس المبدع عبد الله بن حيدر. جائزة أفضل إخراج مسرحي لهذا العام مروان عبد الله صالح. جائزة أفضل عمل مسرحي الوجه الآخر لمسرح دبي الشعبي.